هجمات إرهابية محتملة تجبر الولايات المتحدة على رفع مستوى التأهب في عدد من قواعدها العسكرية في أوروبا إلى المستوى تشارلي. المستوى تشارلي هو الثاني أعلى مستوى وفق شبكة CNN، ويطبق عند وقوع حادث أو تلقي معلومات استخباراتية تشير لاحتمال حدوث عمل إرهابي أو استهداف ضد أفراد أو منشآت. فماذا عن القواعد العسكرية؟ ألمانيا. بالقرب من مدينة شتوتغارت جنوب ألمانيا توجد قيادة العمليات الأمريكية في أوروبا، وهي التي تدير القواعد والوحدات العسكرية للولايات المتحدة في القارة العجوز، كما أن المقر الرئيسي للجيش الأمريكي في أوروبا يوجد داخل قاعدة فيسبادن قرب مدينة فرانكفورت غرب البلاد. أهم القواعد العسكرية توجد أيضاً في ألمانيا، التي تضم 21 قاعدة عسكرية يتمركز فيها نحو 34,500 جندي أمريكي، بخلاف الموظفين المدنيين الإداريين في القواعد العسكرية الأمريكية على أراضي ألمانيا، التي استخدمتها الولايات المتحدة في نقل الجنود والمعدات خلال التدخلات العسكرية الأمريكية الخارجية. من أهم هذه القواعد قاعدة رامشتاين الجوية وقاعدة شتوتغارت. بريطانيا. في بريطانيا هناك العديد من القواعد الأمريكية البريطانية المشتركة كقاعدة ميلدنهول الجوية، بالإضافة إلى قاعدتي كولبيري وكراوتون الجويتين. إيطاليا. في إيطاليا تتخذ البحرية الأمريكية من شواطئ مدينة نابولي ومدينتي لاما دالينا وجيتا قواعد رئيسية للسفن الحربية العاملة في المتوسط، وهناك محطة جوية بحرية في مدينة كانتانيا بجزيرة صقلية، وثلاث قواعد عسكرية في مدينة فيشينيزا وكام ديبري وليغهورن. إسبانيا. في إسبانيا تمتلك البحرية الأمريكية المحطة البحرية روتا، كما توجد قواعد أخرى من بينها قاعدة مورون الجوية. اليونان وبلغاريا. في جزيرة كريت اليونانية توجد أكبر قاعدة بحرية للولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي في شرق البحر المتوسط. وفي بلغاريا يملك الجيش الأمريكي قاعدتين جويتين هما إجناتيفو وبيزمير ومركز أيتوس اللوجستي.